أحسن الله إليكم. يقول الشيخ في سؤال له أيضا: قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أقسام في سورة الواقعة، فهل هذا التقسيم يشمل جميع الأمم أم هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يدخل أصحاب الكبائر في جملة أصحاب اليمين أم أنهم من أصحاب الشمال؟ هذا التقسيم شامل لجميع الأمم. كنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. أصحاب الميمنة هم الأبرار، والسابقون السابقون أعلى منهم درجة وأفضل منهم. وأما أصحاب المشأمة فهم الكفار والعياذ بالله والمنافقون. وأهل الإيمان على ثلاث مراتب: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق إلى الخيرات، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، منهم ظالم لنفسه، وهذا هو المسلم العاصي الذي عنده شيء من المعاصي لكنه عنده أصل التوحيد وأصل الإيمان، ولكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، هذا هو الظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، وهو الذي ترك المعاصي وأدى الواجبات لكنه قد يترك المستحبات ويفعل شيء من المكروهات، هذا مقتصد. والسابق بالخيرات، هذا هو أعلى الدرجات، الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط والورع، هذا هو السابق بالخيرات.